أنا واجد من أهلي من أصحابي من جيراني، حتى أهل الحي كلهم يحبوني لأني بنت ذكية ومجتهدة بدراستي. أطلع الأولى على صفي دايما، أنا بطبعي اجتماعية، أحب أتكلم وأتناقش مع الأشخاص اللي هم أكبر مني. بهاي السنة والدي عمل حفلة لي لأني كنت الأولى على مدرستي، ودعا الجيران والأقارب. كانت الحفلة ممتعة جدا، اتسليت فيها أنا وصديقتي سارة، لكن نظرات أخت صديقتي سارة خوفتني. أخت صديقتي سارة عمرها 15 سنة واسمها فاطمة، كانت نظراتها مليئة بالحقد واللوم. انتهت الحفلة وابتدى النيل الصيفي في المدرسة. والدتي طلبت من فاطمة توصلنا كل يوم أنا وسارة للمدرسة. مضى أسبوعان ولسه نظرات فاطمة إلي مخيفة وغريبة في نفس الوقت، كانت تزيد يوم عن يوم. في يوم من الأيام مرضت والدتي سارة وفاطمة واضطرت توقف المشفى. كالعادة رجعت مع فاطمة وسارة للبيت. في طريق الرجعة سألت سارة أرجع معاهم لبيتهم نتسلى شوي، وعندهم ببقى بحكي مع أمي وبخبرها أني عندهم بالبيت. لما دخلنا للبيت راحت سارة لحتى تجيب هاتف والدتها، نادتني فاطمة لحتى أشوف غرفتها. دخلت الغرفة ضربتني على راسي فقدت الوعي. بعد ساعة تقريبا صحيت، أنا مربطة تماما. صرخت لكن صوتي ما كان يطلع لأني كنت مربطة، ما حد يسمعني. بقيت أصرخ وأبكي لكن شو الفايدة، ما حد يسمعني. بعد شوي دخلت فاطمة الغرفة وابتدت تضربني وهي تقول شو الفرق بينك وبيننا، ليش الكل بحبك، ليش الكل بمدح فيكي، ملك المجتهدة، ملك الحلوة، ليش انت حديث الكل في الحي، ليش الكل بيشوفك وبيجيب لك هدايا إلك، بيجيب لك ألعاب، إلا أنا وأختي ما حد بيتكلم عننا، ما حد بيحبنا. ابتدت تضربني وأنا أبكي، ابتدت تضربني وتلومني على كل شيء سيء صار بحياتها، حتى بفشلها بدراستها كانت تلومني عليه. بقيت على هالحالة يومين، حتى طلعت خالة أم فاطمة من المشفى، سمعت صوتها تسأل فاطمة ليش حتى قفل على باب غرفتك، افتحي. فاطمة رفضت تفتح لي الغرفة، تقولها بعدين افتح باب الغرفة. هون أنا بلشت أضرب راسي بالأرض حتى تسمع خالة أي صوت أي حركة بالغرفة. سمعت خالة الصوت، ابتدت تصرخ وتبكي، تقولها لفاطمة مين في الغرفة، مين حبسة جوا بالغرفة. فاطمة هربت من البيت حتى ما تعطيهم المفتاح. خالة كسرت الباب ودخلت للغرفة، دخلت أنا كنت غارقة بدمي وفقدت الوعي. صحيت بعد يوم تقريبا من المشفى، كانت أمي وأبي بجنبي. الحمد لله، إحساس الحرية غالي جدا، إنك تشوف الأم والأب ويكونوا جنبك ساعة واحدة، ساعة واحدة جنب أمي وأبي تسوى العمر والدهر كله. الحمد لله رب العالمين. سألت أمي عن فاطمة إيش صار فيها، قالت لي إني القاضي حكم عليها بالسجن مدة سنة كاملة في الإصلاحية حتى تتوب عن فعلتها. برأيي إن عقوبة فاطمة قليلة، استحق 100 سنة على هالشيء اللي صار فيني، على هالظلم والرعب اللي عشناه شتنية خلال يومين.